بعد نحو عام ونصف من مقتل رئيسه على يد حلفاء الحوثيين، يبدو حزب المؤتمر بلا وجهة موزعا على جهات مختلفة، فيما جاءت خطوة تعيين نجد صالح نائبا لرئيس المؤتمر في صنعاء الموالي للحوثيين لتلقي مزيدا من الضوء على واقع الحزب. أهلا بكم إلى فضاء حر. توزع المؤتمر لأجنحة بين مؤتمر الشرعية في الرياض ومؤتمر أبو ظبي حيث يقيم نجد الرئيس المخلوع، ومؤتمر صنعاء حيث لا تزال قيادات الحزب وقواعده هناك تصر على أنها الممثل الأوحد لتركته. يبدو الحزب الآن وكأنه مجرد تركة تتنافس الأطراف المحلية والإقليمية على كسب ما تبقى منها في صفه، وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من الحزب وقياداته اختارت البقاء في صف ميليشيا الحوثي، فإن جزءا مهما من ذلك الجناح الذي غادر صنعاء بعد خسارة المعركة مع ميليشيا الحوثي لم يختر الالتحاق الكامل بصف السلطة الشرعية. يقول البعض إن هذه الوصفة تناسب المرحلة، إذ اختار هؤلاء البقاء كطرف ثالث في محاولة لاستثمار حالة خصام بعض القوى الإقليمية مع الرئيس هادي وتحقيق الهدف الذي لم يتحقق في ديسمبر من العام 2017. ماذا بقي إذن من حزب المؤتمر؟ ما هي وجهته؟ ما الذي يعنيه تعيين نجد صالح في قيادة جناح صنعاء الموالي للحوثيين؟ للنقاش سيكون معنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة دكتور فيصل الحديفي، ومن الرياض الصحفي رماح الجبري. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الجبري. إذا قتل الحوثيون صالح، فيما الجناح الموالي لهم في صنعاء قرر تعيين نجله نائبا لأمين عام الحزب، في أي سياق تضع هذه الخطوة؟ شكرا جزيلا للاستضافة. طبعا الحديث أن هناك جناح موالي للميليشيا الحوثية غير مجدي أو غير منطقي نقول هذا بوضوح، لكون القيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام المتواجدة في صنعاء حاليا هي مسلوبة الإرادة، ويمكن أن تصنف كرهائن وليس بيدها قرار، ولو تواجدت في مكان آخر غير المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية سيكون قرارها غير القرارات التي اتخذت. وما حدث في صنعاء هي واحدة من عمليات التجميل التي تحاول أن تسوغها الميليشيا الحوثية، بما بكونها تسمح أو تستسمح بوجود قوى أخرى أو قوى سياسية، بالإضافة إلى أن هناك قيادات مؤتمرية يعني أو أن الميليشيا الحوثية تحاول تفتيت ما تبقى من المؤتمر الشعبي العام، وهناك من يطرح أن اختيار أو وضع اسم علي أحمد علي عبد الله صالح ضمن القيادات المؤتمرية قد يكون فخ من قبل الميليشيا الحوثية ليظهر أو لإحراج شخصيته وإظهار أمام الشعبية التي كان يتمتع بها والدة، وهناك تأييد أيضا وقاعدة شعبية تأييد أحمد علي صالح بصفته شخص تخلى عن دم والده، تخلى عن مبادئه ووصايا والده التي استشهد من اجلها. وهنا نقطه مهمه ان يجب ان يتنبه لها الطرف الاخر، او بالاخص احمد علي عبد الله صالح، انه في موقف ينبغي ان يديره بحنكه سياسيه، مع التنبه بعدم الوقوع في افخاخ الميليشيا الحوثيه، لا سيما ان هناك اطراف سياسيه تعمل لصالح الحوثي من داخل المؤتمر، وهم منهم قيادات التقت باحمد علي عبد الله صالح واثرت عليه في مختلف القرارات، كان من ضمنها اخرها كان منع بعض اعضاء مجلس النواب او توجيه او محاوله منع بعض اعضاء مجلس النواب من الحضور الى مدينه سيئون. طيب سأطرح ذات السؤال على ضيفي الآخر دكتور فيصل الحديفي. دكتور فيصل، إذن الحوثيون قتلوا صالح، الجناح الموالي لهم إن صح التعبير في صنعاء يقرر تعيين نجله أحمد علي عبد الله صالح نائبا لأمين عام الحزب أو نائبا لرئيس الحزب، في أي سياق تضع هذه الخطوة؟ سعد الله مساءكم بالخير ومساء الجمهور الكريم. أنا باعتقادي ليس المهم أن جناح صنعاء
جناح الحوثيين، جناح مؤتمر الحوثيين، عين سين أو صاد من الناس، لم يعد هذا مهما بالقدر الذي يضع الحزب نفسه في مساءلة تاريخية. بعد أن تحالف الحزب بإرادة حرة نكاية بالثورة الشعبية في اليمن مع الحوثيين وخيانة النظام الجمهوري لصالح الإمامة، اليوم لا نجد من جناح صنعاء أي حرج من مواصلة هذا التحالف الذي أعلن فك الارتباط به من قبل زعيمهم الذي تم قتله من قبل حليفهم الحالي وهو الحوثيين. هي مواقف انتهازية ومواقف تبحث عن استبقاء المكاسب الشخصية آمنة من المس. هم يعلمون بأنه أي موقف متشدد تجاه الحوثيين سينعكس على هذا الموقف أضرارا لمصالحهم الشخصية. أنت تتحدث اليوم عن صنعاء، المدينة التي فيها أحياء غنية جدا وأحياء للطبقة الأرستقراطية بهذا المعنى، وهي تنتمي في كثير منها إلى هذا الحزب ورجاله من السياسيين والتجار. عندما تجد بأنه أحد الفلل أو القصور تتجاوز سعرها فوق 1 مليار ريال، ويعلمون بأن الحوثيين يدمرون هذه البيوت، وهناك عقارات وأموال، وهناك أيضا تضحية، هم لا يريدون أي تضحية للوطن، وإنما يريدون التضحية للحفاظ على مكاسبهم الشخصية. وهذا ما يعبر عنه موقفهم في صنعاء بالبقاء في نفس السياق. وانتخاب أحمد علي أو غيره لا أعتقد أنه من الأهمية بمكان، فالتغيرات العميقة في البلد لم تعد تمنح مثل هذا التعيين أي مزايا قادمة في المستقبل. فحزب السلطة لم يعد بقاءه ممكنا كما كان قبل ثورة 2011. دعني أعود إلى السيد رماح في معنا من الرياض. سيد رماح، يعني بين صنعاء، الرياض، أبو ظبي، ما الذي بقي من حزب المؤتمر الآن والقاهرة كذلك؟ سيد رماح فصل، إذا التواصل، سنحاول إعادة التواصل مع سيد رماح الجبري الذي هو معنا من الرياض. أعود إليك دكتور فيصل، بمقتل رئيس المؤتمر أصبح وكأنه بلا وجهة، تتحدث على أنه ليس من الأهمية بمكان تعين سين أو صاد، يظل المؤتمر حزب السلطة وإلى آخره، لكن في السياق هناك يبدو الكثيرون ممن يعولون على الحزب الآن، سواء أطراف محلية أو حتى أطراف خارجية أيضا تعول على وجود هذا الحزب، تعول على إعادة تشكله بشكل أو بآخر، أليس كذلك؟ دعني أطرح رأيا سياسيا في هذا الموضوع. بالتأكيد اليوم استعادة حزب المؤتمر الشعبي العام إلى الوجود السياسي بالمعنى الحزب السياسي وليس بمعنى الكتلة السلطوية الحاكمة هو ضرورة لاستعادة الدولة، ولكن هذا ينبغي أن يتم وفق شروط حزب الدولة لا حزب الميليشيات، حزب الدولة لا حزب السلطة. المؤتمر الشعبي العام ظل في السلطة 33 عام وهو يريد أن لا يبارح هذه السلطة، ولا يدرك أن هناك ثورة شعبية أطاحت به، وحتى انقسامه إلى جناح الحوثي في صنعاء مع استمرار هذا التحالف ضد الجمهورية وضد النظام الجمهوري وضد الدولة، وقسم آخر انحاز إلى الشرعية واحتمى بالنظام الجمهوري وظل وفيا للشرعية. اليوم نحن نتحدث عن حزب لم يستطع أن يغادر مربع السلطة. في الوضع الطبيعي سياسيا، في الوضع الطبيعي نحن نتحدث عن حزب سلطة وحزب معارضة، وهذه التسمية تقتضي أن يتم تداول سلمي حقيقي على السلطة. وخلال 33 سنة أي ثلث قرن وجد عندنا مفهوم حزب سلطة وأحزاب معارضة، لكن لم تتم أي معنى للتداول على السلطة. اليوم نحن في ظرف غير طبيعي، لا ينبغي أن نبقى تحت هذه المسميات حزب سلطة وحزب معارضة، وإنما نحن اليوم أمام حزب دولة
وأحزاب ميليشيات. فكل من يقف بالتحالف مع الحوثيين هو حزب ميليشيات، هو حزب جماعة أو عصابة مارقة خرجت على الإرادة الشعبية والإجماع الوطني، وعليهم أن يقرروا إما أن يكونوا في صف الوطن، فعودتهم إلى صف الوطن بالتأكيد ستكون مفيدة جدا لإعادة لملمة هذا الخراب وهذا الهدم وإعادة بناء الدولة التي نبحث عن استعادتها بعد أن سطى عليها الحوثيون. الأحزاب الكبيرة تحديدا، الإصلاح، الاشتراكي، المؤتمر الشعبي العام، الظرف السياسي محتاج إلى إعادة لملمة هذه الفسيفساء السياسية. حتى الأحزاب الصغيرة إذا اجتمعت فهي ستكون مساهمة في إعادة البناء أو في إعادة تسوية الملعب، لتكون جميع الأحزاب كأحزاب دولة متساوية في التنافس وفي ظل القانون. اليوم لا زال حزب المؤتمر الشعبي العام سواء المتحالف مع الحوثيين أو المتدثر تحت لواء الشرعية أو الفريق المناول والمفاوض بالوسط بين أبو ظبي والقاهرة، أيضا هذا يقف في إطار المراوغة السياسية ليس أكثر. لم يستطع أن يستوقف بجلاء الهزة السياسية والتاريخية التي حصلت لليمن، والتي على الجميع أن يكونوا شركاء في إعادة تدارك هذه الكارثة. نحن الآن في كارثة، حرب 4 سنوات بدأت ولم تنتهي، وهناك فقر ومجاعة ودمار شامل، وهناك اعتداء على السيادة الوطنية، وهناك عدوان داخلي بالانقلاب وتمترس مع إيران، وعدوان خارجي انحرف لدول التحالف انحرف عن مساره وأهدافه الحقيقية. يعني المؤتمر الشعبي العام حضوره وفق شروط الوطن والدولة مهم وضروري جدا، ولكن محاولة بقائه في ظل أن يتخيل نفسه حزب سلطة هذا لن يفيد الوضع في شيء، وإنما سيجعله في مرمى المجتمع اليمني سواء اليوم أو غدا، ومستقبله لن يكون سويا. يعود إلينا السيد رماح الجبري، أرحب بك من جديد سيد رماح. وكنت سألتك أنه بين صنعاء والرياض وأبو ظبي كذلك القاهرة، ما الذي بقي من حزب المؤتمر الشعبي العام الآن؟ حزب المؤتمر الشعبي العام لا يزال باقي. من الذي حزب المؤتمر الشعبي العام لن ينتهي. صحيح أن المؤتمر وحزب المؤتمر يعيش أزمة، ويعني الظروف الاستثنائية وضعته في هذا الموضع، لكن قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام قادرة وموجودة وموجودة في كل الأطراف. يعني حزب المؤتمر الشعبي العام موجود بقوة في صف الشرعية وفي الكلمة الشرعية في مواقع عدة، وهو أيضا يمثل حزب المؤتمر ولم يتحدث عن هؤلاء أنهم ليسوا مؤتمر. أيضا موجود في صنعاء وفي المحافظات الجنوبية. نحن نتحدث عن المؤتمر الشعبي العام ليس حزبا بسيطا يمكن أن يخرج إلى محافظة أو يمكن أن يتجاوز أو يمكن أن تستوعبه مدينة. قواعد المؤتمر الشعبي العام يعني يمكن أن نقول عنها بالملايين. ولذلك عندما نتساءل عن المؤتمر الشعبي العام، المؤتمر الشعبي العام موجود، لكن المرحلة الراهنة نتمنى أن يتجاوزها وأن يصل إلى حلول. اليوم الميليشيا الحوثية تحاول أن تجتاز جزء من المؤتمر أو أن تعمل لتجميل صورتها من خلال حزب المؤتمر، وأن أيضا تحول المؤتمر إلى جناح أو مكتب خاص بها لتمرير صفقات أو لتمثيل المؤتمر أو للوصول إلى مكاتب سياسية مستخدمة اسم المؤتمر. هنا الأطراف السياسية أو المؤتمر المؤيد للشرعية بدأ أكثر قربا من بعضه، يعني القيادة السياسية. يعني كيف هو أقرب من بعضه؟ كيف قربا وأكثر اتفاقا؟ ما هي ملامح أنه أقرب من بعضه؟ يعني على أي أساس اعتبرت أن المؤتمر المؤيد للشرعية هو قريب من بعضه؟ وهناك حديث عن بون شاسع، هناك حديث على أيضا اختلافات حول شكل القيادة بداخل الحزب، حول أيضا الموقف من هذه القيادات الموجودة من صنعاء بالأساس. غير صحيح. أولا المعركة الوطنية اليوم توحد المؤتمر الشعبي العام خارج مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية في مواجهة العدو، وحدد عدوه بشكل واضح، القوات المشتركة وقوات طارق صالح
تواجه الميليشيا الحوثية هناك في المؤتمر في الجنوب او ان صح. لكنها لم تعترف، لا يعني لم تعترف بقيادة الرئيس هادي وجناح الرئيس هادي بحزب المؤتمر ان صح التعبير. أيدت قيادة هذه القوات أيضا، أيدت انعقاد جلسات المؤتمر، جلسات مجلس النواب في سيئون، وكان موقف طارق صالح بالنسبة إلى ما دمنا حددنا طارق صالح كان موقف واضح من انعقاد جلسات مجلس النواب وتأييده. مجلس النواب شيء والشرعية بقيادة، يعني نتحدث عن مجلس النواب شيء والرئيس هذا شيء آخر، مستمرة في إطار التحديد. تحاول الميليشيا الحوثية من خلال هذه الإجراءات والجلسات أن تعيق هذه الإجراءات للوصول إلى أي تفاهمات وتوافق سياسي يعيد المؤتمر الشعبي العام إلى مكانته الطبيعية. ما رأيك دكتور فيصل، هل يمكن الحديث على أنه الآن يعني يطرح طرح السيد رماح يتحدث على أن هناك تكتل واضح، المؤتمر موجود في كل مكان، أنت هل ترى لهذا الوجود، إن صح هذا الوجود، له وزنا في المعادلة السياسية اليمنية الآن، خاصة وأن هناك أحزاب يبدو أنها بعيدة أو يعني مرفوضة إقليميا، بالتالي لحزب المؤتمر القدرة على أنه يبرز في هذا السياق في ظل هذا الرفض الإقليمي لأحزاب بعينها؟ الترتيب الإقليمي لاستعادة المؤتمر أو لمنح المؤتمر دورا رياديا كما كان حزبا في السلطة هو ترتيبا يأتي بتوجه إماراتي واضح، بما في ذلك فرض أحمد علي عبد الله صالح كنائب لرئاسة حزب المؤتمر، لكن هذا لا يمنحه إطلاقا أفضلية على الخيارات الوطنية. اليوم نحن نتحدث عن مؤتمر شعبي عام، انظر اسمه فقط مؤتمر شعبي، أي أنه حزب الشعب، بينما هو يكرس في صنعاء حزب العائلة، أي أنه لابد أن يتم زحلقة صادق أبو رس في قادم الأيام ليصبح أحمد علي هو الرئيس لهذا الحزب، ثم يتقدم للانتخابات الرئاسية، وكأن الحياة السياسية في المستقبل ستكون مرصودة وفق خريطة كما كان يرسمها علي عبد الله صالح وبيده السلطة والمال. هؤلاء الآن لم يفيقوا من الصدمة بأن هناك زلزال تاريخي سياسي وقع على اليمن، وبالتالي عليهم أن يعيدوا النظر في هذه الأحداث التي أثرت عليهم وعلى غيرهم. أي أننا اليوم محتاجين إلى إعادة بناء الدولة ليكون الملعب السياسي ملعبا متساويا للجميع، وأن تكون الأحزاب في إطار متساوي من التنافس. يتحدث عن وجود المؤتمر الشعبي العام، صحيح موجود في الوظيفة العامة، لا نستطيع أن نستغني عنهم لأنه لا يوجد قرار للاجتثاث، وهذا يعتبر ميزة وفضيلة للثوار اليمنيين وللشعب اليمني أنه لا يتعامل مع الحزب الحاكم المستبد بمنطقة التخوين والاكتثاث، وإنما بمنطقة التسامح، حيث يعطي لهذا الحزب الحصانة له ولكثير من قياداته. لم تثمر فيهم مثل هذا الموقف السخي من الشعب اليمني، ومصرون على أن يكونوا أصحاب الريادة بمواقعهم الإدارية، بوكلاء وزارات، مدراء عموم، مدراء مديريات، محافظين، وكلاء محافظات. طبعا هذا السياق التاريخي يصعب في هذه المرحلة على السلطة الانتقالية أن تكتثهم من هذه المواقع الإدارية لتحل محل غيرهم، لأنه من الصعوبة بمكان هذا العمل لحساسيته ولصعوبته. اثنين، أنت تتحدث عن مؤتمر شعبي العام ككتلة سلطوية أو ككتلة تاريخية قادرة على التأثير، نعم، ولكن بشرط أن يصبح حزب دولة لا حزب عائلة، وأن يصبح حزب دولة لا حزب سلطة، وأن يصبح حزب وطني شعبي يعبر عن الشعب لا حزب عائلة. اليوم نحن نتحدث عن حزب مؤتمر الشعبي العام بوجهين بشعين متناقضين انتهازيين، حزب ضد النظام الجمهوري في صنعاء ومع الإمامة، وحزب مع الشرعية والنظام الجمهوري في المناطق المحررة. هذا انفصام سياسي، انفصام تاريخي، انفصام اجتماعي. أمام المؤتمر الشعبي العام امتحان عسير، امتحان تاريخي، إذا تجاوزه سيكون له نصيب وافر في استعادة الدولة واستعادة السياسة إلى وضعها الطبيعي. الحقيقة أن الأحزاب الكبيرة التي تتواجد في جميع المحافظات وفي جميع المديريات وفي جميع القرى
هذه أحزاب تشكل الهيكل الخام للسياسة أو للدولة أو لاستعادة الدولة. المؤتمر الشعبي العام هو أحد هذه الأحزاب الكبيرة، ولكن عدم إخضاعه لرؤية نقدية تسعفه في التغيير الحقيقي لكي يتقبله الناس. كيف أنت جناح في صنعاء ضد النظام الجمهوري ومع الإمامة، وجناح في الرياض ومع الشرعية ومع النظام الجمهوري؟ كيف يمكن أن يقنع الجمهور بأنه حزبا يمكن أن يثق به؟ طبعا الحزب أو الفرع الموجود في صنعاء الكثير من الأطروحات تقول بأنه يقع تحت الإقامة الجبرية. هذه أضحوكة وهذه أكاذيب. المراحل التاريخية الوطنية تقتضي التضحيات من الجميع. الشعب اليمني دفع تضحيات عالية، وهؤلاء يحرصون على مصالحهم الشخصية وعلى إرثهم التاريخي والسياسي. أرادوا أن يظلوا كحزب سلطة، ويريدون أن ينتقلوا إلى لواء هادي أو إلى عباءته بنفس شروط بقائهم في حزب صالح الذي مكنهم من السلطة والمال. اليوم الدولة اليمنية لم تعد للسلطة قيمة، ولم يعد للمال حضور. فإذا أردت أن تسهم في الحياة السياسية عليك أن تمارس، أن تقدم من التضحية ما يقدمه نظراؤك من الأحزاب ومن الأفراد ومن التكتلات الأخرى. اليوم اليمن، الإنسان اليمني أو المواطن اليمني يدفع تضحيات باهظة حتى في ظل المعتقلات للمختطفين أبرياء في سجون الحوثي، إنما فقط وقعوا تحت هذه المحنة لأن لهم صوت مختلف، أو لأنهم كتبوا بالفيسبوك، أو لأنهم غير راضين على التحشيد إلى الجبهات وفق شروط الحوثي. طيب أنت حزب سياسي تعتبر نفسك حزب قوي وموجود، أين هي إسهاماتك في التخلص من هذه الغلطة التاريخية التي أوقعت الدولة والأمة بها؟ طيب أنت اليوم طيب في هذا السياق الآن على الأقل جناح، أتحدث عن جناح صنعاء. طيب في هذا السياق الحديث عن جناح صنعاء وانطلاقا من الكلام الذي قلته وطرحته دكتور فيصل، دعني أسأل السيد رماح الجبري. السيد رماح، يعني بوضع الاعتبار لما تفضل به الدكتور فيصل، يمنح جناح صنعاء من خلال ما هو ملاحظ نفسه أحقية وراثة الحزب باعتبار امتادا لجبهة ما يسمى أو ما يعرف بمواجهة ما يسمونه بالعدوان، التي يبدو أنها لم تنتهي بمواجهة ديسمبر التي حدثت بين صالح والحوثيين. أيضا هم يقولون أنهم يمثلون قواعد المؤتمر أو قواعد الحزب في الداخل. الآن ما الذي يمتلكه الآخرون من هم خارج صنعاء حتى يدعون أنهم أحق بتمثيل هذا الحزب؟ طبعا للتعقيب على كلام الدكتور وحديثه عن المؤتمر الشعبي العام، المؤتمر الشعبي العام مبادئه ولوائحه الداخلية والأسس التي تأسس عليها وحكم بها خلال يعني الفترة الماضية واضحة. المؤتمر الشعبي العام العمود الفكري للعملية السياسية، وكان مواجها وأقصد المبادئ الجمهورية السبتمبرية القائمة على الوحدة والديمقراطية والمبادئ التي يعني حكم بها خلال الفترة الماضية لا يمكن أن ينكرها أحد. هذا هو المؤتمر الشعبي العام. أما حديث عن أو موقف الرئيس علي عبد الله صالح عن تحالف مع الميليشيا الحوثية، علي عبد الله صالح دفع حياته ثمنا لما حدث، دفع يعني ثمن غلطته، وكان موقفه واضحا في الفترة الأخيرة، وسجل موقف يعتبر مشرف لمواجهة الميليشيا الحوثية في دعوته للانتفاضة. فيعني أي حديث عن بهذا الشكل بالإساءة للمؤتمر بتصنيفه بهذا التصنيف الذي تحدث عنه الدكتور يخل بالموازنة، ينفي مسألة الشراكة، يتحدث الدكتور عن ضرورة الحفاظ على المؤتمر ويتحدث بهذا الشكل على اعتبار أن المؤتمر يعني كحزب تخلى عن كل المبادئ. أيضا من يحق له أن يمثل المؤتمر الشعبي العام ليست القيادة في صنعاء، وليست القيادة أيضا في الخارج. يعني هناك قيادة خاضعة لسلطة ميليشيا إرهابية تمارس العنف بحقهم، هناك من القيادات المؤتمرية تحت الإقامة الجبرية، وبعضهم لديهم أولادهم رهائن بالميليشيا الحوثية، في تفاصيل كثيرة غير معلنة ولم يعلن عنها قيادة المؤتمر الشعبي العام.
بما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية، ولذلك من هو في وضعية. طيب هل من الصحيح الحديث بهذه يعني بهذا المنطق سيد الجبري؟ هل من الصحيح الحديث بهذا المنطق أمام تضحيات اليمنيين الآن وأمام يعني مقاومة اليمنيين للمشروع لمشروع الحوثيين بهذا الشكل في جبهات القتال كما تابعها كل يمني؟ المؤتمر الشعبي العام لا يمكن أن نقول أنه بعيد عن كل هذه الأحداث. من يقود المعركة الوطنية ضد الميليشيا الحوثية الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهو النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام. القيادة وقيادة العسكرية وزير الدفاع وقيادة الحكومة التي تواجه الميليشيا الحوثية، وهناك أيضا جبهات كثيرة ومقاتلين. لا يمكن أن نصنف أن التضحيات التي الحديث هنا عن من هم في الداخل محسوبة على حزب أو على جهة معينة، وأن المؤتمر غائب عنها. الدخول في مثل هكذا تصنيف لا يخدم القضية الوطنية، وربما يضع الآخرين في دائرة أخرى أو في طرف آخر. ما ينبغي التأكيد عليه أن المؤتمر موجود في مؤسسات الدولة، موجود في الجبهات، موجود في جبهة الساحل الغربي، موجود بكل قواه من مختلف المحافظات المحررة، وموجود أيضا لمواجهة الميليشيا الحوثية. والحديث عن غياب المؤتمر الشعبي العام نوع من المناكفات والعبث. نعم سيد الجبري. طيب يعني في سياق الحديث، يعني الآن عندما نتحدث عن الحزب بهذه القضية أو بهذا الشكل، يعني يقول كثيرون أن التشرذم الذي الحاصل للحزب أو شكله الحالي إن صح التعبير حتى نصل إلى صيغة متفق عليها، يأتي من كونه ليس فقط إلا تجمع مصالح، بالتالي هذا الشكل وجود يعني تيار في صنعاء، وجود آخرين في أبو ظبي، وجود آخرين في الرياض، وكل له وجهه أو طريقته أو ميله السياسي، هو أمر طبيعي. ليست مشكلة أن يكون المؤتمر بهذا الشكل. كيف ترد؟ نعم، المؤتمر الشعبي العام صحيح حزب الدولة، ووجوده كان خلال الفترة السابقة أو منذ تأسيسه، يعني بدأ كحزب أو قيادة بدأت على رأس السلطة. صحيح قوة المؤتمر من قوة وجود الدولة، وهذا أمر يعني طبيعي أن يكون المؤتمر هو حزب الدولة، ووجوده أو فاعليته تكون في الظروف الاستثنائية. هذا أيضا يتنافى مع الأوضاع التي تتحدث عنها الميليشيا الحوثية أو الاجتماعات ما تسمى باللجنة الدائمة في صنعاء، أنها تسعى لتفعيل المؤتمر الشعبي العام وقواعده واجتماعات اللجنة الدائمة. مع التأكيد أن الاجتماعات الحاصلة في العاصمة صنعاء أو ما خرج به من اجتماع الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة مخالف لكل اللوائح الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام، ولا يتطابق أيضا مع اللوائح الداخلية للمؤتمر، وأي قرارات بتصعيد قيادات هي غير منطقية وغير حتى واردة في اللوائح الداخلية للمؤتمر الشعبي العام. وحتى أن بعض القيادات تحدثت أن هذه قرارات مؤقتة، مثلما تحدث ياسر العواضي وقال أن هذه قرارات مؤقتة إلى أن يتم اعتمادها في المؤتمر العام للحزب. وهناك اختلالات كثيرة وثغرات كثيرة في العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام، نتمنى أن يتجاوزها. وهذه المرحلة المؤتمر الشعبي العام أو المعركة الوطنية بحاجة لوجود المؤتمر الشعبي العام في قيادة المعركة الوطنية، بحاجة إلى أن يحافظ عليه من قبل القوى السياسية الأخرى، لا أن تكون أداة هدف. طيب كيف يعني قرارات مؤقتة؟ هل شرحت هذه النقطة بشكل أكبر سيد الجبري؟ كيف يعني قرارات مؤقتة؟ هي ليست قرارات معتمدة، كون القرارات مثل هذه القرارات أو انتخاب القيادة قيادة عليا للمؤتمر الشعبي العام كرئيس للمؤتمر ونائبه ونائب أول وأمين عام، هذه القرارات يتم اتخاذها في المؤتمر العام للحزب، لا باجتماع مجموعة من القيادات تحت سلطة الميليشيا الحوثية.
وأكد على ذلك كما ذكرت بعض القيادات، وهذه يمكن اعتبارها قيادة قرارات مؤقتة. يعني هل جاءت إرضاء لأطراف خارجية؟ هل جاءت محاولة للاستفادة بأكبر قدر من يعني التوجه إقليمي معين ضد أجندة وطنية؟ هكذا يمكن فهمها؟ لا لا لا، أعتقد أنه أن هناك توجه بهذا المنطق، لكن ما يفهم أن هناك محاولة من قبل الميليشيا الحوثية لاستخدام المؤتمر الشعبي العام لأي عملية سياسية، أيضا محاولة لإيقاع أحمد علي عبد الله صالح في فخ القبول بهذا المنصب، بالإضافة إلى أن أو وافقته وقبوله بهذا المنصب حتى أو حتى سكوته عنه يجعله في دائرة العقوبات الدولية أو تؤكد استمرار العقوبات الدولية المفروضة عليه، ويجعل الحكومة الشرعية إن صمت أو قبل بهذه القرارات يجعل الحكومة الشرعية والبرلمان والقيادة في حزب المؤتمر المؤيد للشرعية خارج مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية غير متفاعلة بما يخص العمل على إلغاء العقوبات الدولية المفروضة عليه. طيب في هذا السياق وقبل أن أعود للدكتور الحذيفي، كيف يمكن فهم تأييد يحيى محمد صالح لهذه القرارات وهو عضو اللجنة العامة وابن أخ أحمد علي؟ سيد الجبري، سيد رماح، يبدو أن هناك خلل في الصوت. إذن سأبقي هذا السؤال حتى يعود إلينا السيد رماح، لأنه سؤال مهم بطبيعة الحال. أعود إليك سيد الحذيفي. دكتور، يعني في حين أن السلطة الشرعية تحتوي معظم القيادات الكبيرة للمؤتمر، في مقدمتهم الرئيس هادي، كذلك رئيس الحكومة السابق بن دغري، إلا أنه يبدو أن المؤتمر كقواعد كحديث على وسائل التواصل الاجتماعي لا يدعم هذه السلطة بشكل فعلي، باستثناء من يتواجد بالرياض ربما، لكن ولاؤه الحقيقي ينقسم ما بين الطرف الذي يعني يقال أن الحوثيين يسيروه وبين الطرف الذي يبدو أن الإمارات تسيره. كيف يمكن فهم الأمر؟ نحن نفهم هذا الانقسام على أن المؤتمر لم يعد ذلك الكتلة الوطنية الكبيرة الذي حظي بها أثناء حكمه، باعتباره حزب سلطة يمتلك المال والبشر ويمتلك الكوادر ويمتلك الإدارة. اليوم نحن نتكلم عن عدة مؤتمرات شعبية، ينبغي أن نفهم ذلك. وأقرب هذه المؤتمرات الشعبية هي مؤتمر الشرعية، كل من أنضوى تحت الشرعية هو المؤتمر الحقيقي الذي يمكن البناء عليه وهو الذي يمكن الرهان عليه. أما مؤتمر الحوثي في صنعاء أو مؤتمر العائلة التي يعاد إحياءها من جديد والحرص على إعادة أحمد علي عبد الله صالح، وكأنهم يتحدثون عن إيزنهاور أو شارديغول أو ماو تسي تونغ. يعني عادة الشخصيات العظيمة التي نبحث عنها داخل المؤتمر لم يعد منها ما يستهوي هذا الإلحاح. يعني من هو أحمد علي عبد الله صالح في نهاية الأمر؟ يعني ما هي مؤهلاته حتى يصبح اجتماع طويل عريض وتحت أيضا سلطة غير شرعية لينتخب نائبا للرئيس؟ يعني في نهاية الأمر الرئيس السابق حكم البلد ثلث قرن، فشل حتى في بناء أسرته، فكيف يمكن أن يطمئن إلى بناء شعب؟ يعني تصور عنده 10 أبناء لا يوجد فيهم لا مهندس ولا طبيب ولا عالم ولا إداري محنك، يعني كلهم عسكر، يعني عمل لهم رتاب وأصبحوا فقط يتزعمون بميراث الأب الذي حصل على السلطة كما يقول ميكافيلي بالحظ والصدفة، ليس بالمهارات وليس بالنضال. فنحن الآن أمام انقسام حقيقي، عندنا مؤتمر الشعبي الذي أسس حزبا آخر أثناء الثورة هو العدالة والبناء، وهذا اتخذ طريقا واضحا وهو كان عناصره كلها كانت في المؤتمر الشعبي العام.
قلنا مؤتمر الشرعية الذي ينطوي تحت لواء الرئيس هادي، وهذا هو الجناح الحقيقي الذي عرف الطريق الذي يسلكها، أولا سواء من منظور انتهازي للبقاء في السلطة أو من منظور وطني لكي يقرر أنه يدعم النظام الجمهوري والدولة والشرعية. ولديك أيضا حزب العائلة، ولديك أيضا مجموعة من الأفراد الأحرار الذين رفضوا البقاء في إطار هذا الحزب واعتذروا لموقف الحزب المخزية الذي باع الجمهورية للإماميين الذين نبذتهم أو لفظتهم ثورة 1962 ثورة سبتمبر. يعني اليوم المواطن اليمني عندما يسمع كامل الخوداني أو ياسر اليماني أو كثير من هؤلاء الناس يعتبرهم رموزا تستحق الاحترام، لأنهم اعترفوا بالخطأ وقالوا بأن المؤتمر الشعبي العام لم يكن موفقا في سياسته في هذه اللحظة التاريخية. وهذا الجناح أيضا سيتسع لكي يصبح له حضورا في الخطاب السياسي اليمني، لكن الأكثر نجاحا والأكثر انتهازية هو الجناح الذي قفز ليلتحق بالشرعية في ظل النظام الجمهوري، وأيضا ليقدم تضحيات على الميدان. اليوم المؤتمر الشعبي العام مثلا في تعز يحظى باحترام باعتبار أن جميع عناصره أخذت السلاح وكان عناصره مناضلين في الجبهات وقدموا تضحيات بالمال والدم. مثل هؤلاء نحترمهم حتى وإن اختلفنا معهم، لأنهم يقفون مع النضال الوطني في خط واحد. لكن كيف يمكن أن أبرر ما تقوم به كتلة صنعاء؟ يعني بالعكس، هم أيضا يدينون زعيمهم الذي فك الارتباط مع الحوثيين ويعتبرون بأن ذلك الموقف هو خطأ، وهم اليوم يصححون هذا الخطأ لكي يعلنوا ولاءهم أكثر بأنهم مع الحوثيين ضد النظام الجمهوري ومع الإمامة وضد العطوان. والله لا أدري ما هو العطوان هذا الذي يتحدثون عنه، لا يوجد أكثر عدوان من الانقلاب الذي صادر الإرادة الشعبية، والعدوان الداخلي الذي استدعى التدخل الخارجي، والعدوان الذي أملأ السجون بالمختطفين من الشوارع لمجرد أنهم لا يؤمنون بهذا الفكر الذي يقوم على الخرافة. يعني الحديث عن مؤتمر شعبي بمعنى كتلة سياسية يمكن البناء عليها غير موجود. هناك عدة مؤتمرات، هناك عدة انقسامات، ولكن نحن نميز ما بين مؤتمر عرف الطريق كالمؤتمر المضوي تحت الشرعية وبين أقسام أخرى تاهت في الطريق وهي الآن تعيش مرحلة التيه. وإلى الآن حتى يبدو أنها لم تعترف يعني بشرعية أو بسلطة الرئيس عبد الرب منصور هادي، رمز هذه الشرعية التي يتحدث عنها دكتور الحذيفي. أعود إليك سيد الجبري، يعني في سياق أنا سألتك قبل قليل أن أنت كنت تتحدث على أنه إلى الآن لم يبدو هناك موقف واضح من أحمد علي تجاه خطوة تعيينه كنائب لرئيس المؤتمر من قبل الفرع في صنعاء، لكن يحيى صالح ابن أخي ابن عمه عفوا يقول أن قرارات اللجنة الدائمة تؤكد ريادة المؤتمر وديمقراطيته، هو عضو اللجنة العامة للمؤتمر، ويبارك ويؤيد هذا الاجتماع ومخرجاته وقرارات اللجنة الدائمة التي انعقدت في صنعاء يوم الخميس، كيف تقرأ ذلك؟ المواقف التي سجلها يحيى صالح منذ بداية يعني حتى من خروجه صنعاء هو لا يتواجد في صف الشرعية ولم يؤيد حتى، بل مواقفه تتسق مع المواقف الحوثية، وهذا وهو في الأول الأخير رأيه الشخصي ولا يمثل حتى ثقل سياسي معتبر في المؤتمر الشعبي العام منذ فترة. يعني ولا ينبغي أننا نعول يمكن حتى على قرار مثل يحيى صالح أو أنه يمكن أن يحدد مستقبل المؤتمر الشعبي العام. كما ذكرت أن المؤتمر الشعبي العام خلال ربما الفترة القادمة وجوده سيكون بفاعلية أكبر، هو اليوم يرأس التحالف الوطني للقوى السياسية وموجود بشكل كبير في التحالف المعلن عنه مؤخرا، ووجوده في هذه المرحلة والحفاظ عليه أصبحت مهمة الجميع، ومساندة استمرار المؤتمر لقيادة المعركة الوطنية لا تصب إلا في المصلحة الوطنية. وما ينبغي عليه أننا لا نعول على مواقف أشخاص أيا كانت. طيب إذا كان الحديث كذلك سيد الجبري، إذا كان الحديث كذلك، لماذا إذن المؤتمريين يبدون أنهم متمسكون فقط بصالح وعائلته؟ من بقي من عائلة صالح لابد، يعني هناك تقدير ورمزية كما أشار
الدكتور الحذيفي لأحمد علي عبد الله صالح، لماذا هذه يعني هذا الاهتمام على الرغم أن الرجل حتى لم يعترف يعني بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هذه إلى الآن؟ صحيح، المؤتمر الشعبي العام والانتماء إليه والعمل في إطار التنظيم أو حزب المؤتمر الشعبي العام كان له يعني مداخل عدة. يعني هناك من القيادات المؤتمر الشعبي العام التي اقتنعت بفكرة المؤتمر الشعبي العام والعمل، وبعضها عملت مع الدولة، بالإضافة إلى أن هناك قاعدة شعبية كانت مؤيدة بشكل كبير للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وهذه القاعدة الشعبية كان ولائها شخصي أكثر ما هو من ولائها لحزب المؤتمر الشعبي العام. ووجود هذه القاعدة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية يمكن أن تسخر لمواجهة الحكومة وحرب الميليشيا الحوثية لمواجهة الدولة، والعمل على الاستفادة من هذه الكتلة وهذه القاعدة الشعبية من خلال استقطابها سواء بطارق صالح أو بأحمد علي عبد الله صالح عمل ممتاز. يعني أن 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 تأخذ هذه القاعدة الشعبية إلى صف الشرعية ولكي لا تكون سلاح كبير بيد الميليشيا الحوثية، ربما هذا هو الهدف الأهم من وجود شخص من عائلة صالح كأحمد أو طارق صالح في القيادة العسكرية. عود إليك دكتور فيصل، يعني في سياق الآن أن نجل صالح يقيم بأبو ظبي، وكذلك بالأمس جناح صنعاء الموالي الحوثيين عينوه نائبا لأمين عام الحزب، يقول البعض في هذا السياق أن هذا يعني عودة إماراتية لدعم تحالف المؤتمر والحوثيين وتكريس أيضا لسلطتهما في صنعاء في مناطق الشمالية مقابل سلطة المجلس الانتقالي في الجنوب، بحيث يكونان أداة لها في اليمن بشكل عام. ما مدى دقة هذا الطرح برأيك؟ المعذرة أنا لم أسمع السؤال بشكل جيد، ولكن إذا كررته دكتور يعني الحديث على أن وجود نجل صالح الآن في أبو ظبي وبعد هذا يعني عملية التعيين التي حصلت له كنائب لأمين كنائب لرئيس الحزب، يقول البعض أن هذا يعني عودة إماراتية لدعم تحالف المؤتمر والحوثي وتكريس سلطتهما في صنعاء في مقابل دعم المجلس الانتقالي في المناطق الجنوبية، وهذا ما يعني أنهما أداتان سواء في صنعاء أو مناطق الجنوبية للإمارات. ما مدى دقة هذا الطرح؟ الترتيبات الخارجية تسعى في خيارات أكثر، هذا هو إحداها، ليس هذا هو الخيار الوحيد للترتيبات الخارجية، لكن نحن دائما نفهم السياسة اليمنية ومستقبل السياسة في اليمن هي رأي الشعب اليمني. ما هو رأي الشعب اليمني في هذا؟ هل هو موافق على أن يمنح الحوثيون الإنقلابيون والعائلة للنظام السابق أن تحكم الشمال ثم الانفصاليون يحكم الجنوب؟ الشعب اليمني لم يقل هذا ولم يعترف بهذا. هناك في الجنوب فئة كبيرة صامتة تركت الانفصاليين ينكشفون بمواقفهم السياسية المخزية، واليوم أصبحوا مذمومين مدحورين، وإذا حانت الصدفة ربما لن يستطيعوا البقاء في اليمن. الحوثيون لن يحكموا اليمن مهما بلغت التضحيات ومهما وجدوا من دعم إقليمي سواء من الإمارات أو من إيران. الشعب اليمني الآباء الأحرار في اليمن منذ 100 سنة دفعوا من التضحيات ما يكفي لتغيير هذا النظام البائد، النظام الكهنوتي. وفي 1962 انتقلت اليمن من القرون ما قبل الوسطى أو من القرون ما قبل التاريخ إلى التاريخ المعاصر. يا رجل، في عصر الإمامة لم تكن توجد لا مدرسة ولا جامعة ولا طريق ولا سيارة ولا طائرة ولا ميناء. يعني هؤلاء يريدون أن يعيدوننا إلى عصر الجواري وعصر العبيد ليبيعوننا في سوق النخاسة. الشعب اليمني لم يقل رأيه بعد، ورأيه الموجود في الميدان أنه رفض الانقلاب وأيضا يرفض الوصاية الخارجية الإقليمية.
اليوم نحن في الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب نعلن رفضنا التام لانحراف دول التحالف عن الأهداف الحقيقية. هي جاءت لمساعدة اليمنيين وليس لاستعبادهم وليس لاحتلالهم وليس لأن تحل بسلطانها محل سلطانهم. وبالتالي كل ترتيب خارجي ذكاء أشرت إليه في سؤالك هو ترتيب يخص تلك الأطراف في ظرف تاريخي لا يمكن أن يمر بما أن الشعب اليمني رافض لهذه المخططات. شكرا لك إذن دكتور فيصل الحذيفة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كما أشكر ضيفي الآخر من الرياض الصحفي رماح الجبري كان معنا من هناك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.